أشهى من العسل أشهى من العسل أشهى من العسل أشهى من العسل وجد كلامك فرح لقلبي وجد كلامك فرح لقلبي وجد كلامك فرح لقلبي وجد كلامك فرح لقلبي فكان أشهى من العسل 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 وجد كلامك فرح لقلبي وجد كلامك فرح لقلبي وجد كلامك فرح لقلبي وجد كلامك فرح لقلبي فكان أشهى من العسل. مساء الخير مشاهدي قناة الطريق في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة وموضوع جديد من برنامجكم أشهى من العسل. بنكمل سلسلة حلقات مشروع أنهار التسبيح، فمعايا متسابق جديد وهو الأستاذ أرساني حليم جاي من سوهاج طهطا خاصة إلى القاهرة لكي يشارك معنا في برنامج أشهى من العسل مسابقة أنهار التسبيح. أهلا وسهلا أستاذ أرساني، أخبارك؟ منور القاهرة. أشكرك. حضرتك موهبة شعر. ننبه المشاهدين إن إحنا فتحنا باب الاشتراك بداية من الشهر اللي فات وما زلنا مستمرين في الاشتراك بتاع المسابقة، مسابقة أنهار التسبيح الموسم الثاني. طبعا زي ما ذكرنا ان كان في موسم اول ونشكر الله يعني ادى الى نجاح باهر، وعلى طلب حضراتكم عملنا الموسم الثاني. الناس اللي بتسال على الفيسبوك في الصفحه الخاصه ببرنامج اشهى من العسل، الشروط ان انت تكون موهوب بجد، ان انت عندك استعداد ان انت تنمي موهبتك، مش محددين سن معين، مش محددين موهبة معينة، احنا فاتحين باب التقديم لجميع المواهب، بس منتظرين منك انت التحفيز او ان انت تبادر بالاشتراك وتشترك معنا. استاذ أرساني، خلينا في البداية كده، ابتديت تكتب شعر من امتى؟ وانا صراحة من حوالي 10 سنين او اكتر، يعني مش فاكر يعني بالضبط. كنت أحب أسمع الأول، اللي قبل المكتب كنت بحب أقرأ كتير وأسمع، فبدأت أكتب أي حاجة فشجعوني، اتنشرت لي حاجة في جريدة وطني، قصيدة صغيرة اسمها دموع متبقية سنة 2003 تقريبا 13 2003، فبدأت أتشجع يعني وأكتب، باخد رأي اللي بيشجعوني كويس أكتب وكمل ومشيت في الكتابة. تمام. دور الأسرة عندك بقى يا أستاذ أرسين؟ هو الأسرة بصراحة عندنا في منهم بيشجع وفي لا، طب أنت يعني الكلام ده مش هي ممكن ما يكونش كده، يعني فاكرين إنه ممكن ما يكونش صح، أو وفي اللي بيشجعني، في اللي شايف فعلا إن دي موهبة، وفي اللي شايف لا أنت متهيأ لك إن دي موهبة، أنت ضحك على نفسك. أنا حاسس، لأني حاسس إنه في حاجة جوايا عايز أطلعها من انا وصغير، في عندي حاجه عايز ارنم وعايز اكتب وعايز اعمل وعايز اتكلم في حاجات كتير. فطبعا مع الوقت بالتدريج بدات اكتب وعملت كمان اوبريت، كان اول اوبريت ليا اسمه اخر حضن عن شهداء نجاح حمادي، اتذاع برضه في بعض القنوات. اشكر ربنا. نسمع قصيده. طيب القصيده دي بعنوان رحال. رحال انا رحال ومش ثابت على حال، لنا حامل جوتي معايا ولا في جيوبي مال، وغريب على الطرقات مش مرتاح البال، سنين عمري بتجري وحالي هو الحال، معرفش فيا العيب ولا في الأحوال، رحال وهمومي تقيلة ما تحملها جمال، معرفش امتى تخف
وينتهي الترحال. رحال وديني صابر وعندي كتير آمال، في يوم من الأيام ينتهي الترحال. رحال وشربت الصبر والصبر ما غير حال، رحال وديني ماشي زي ما أنا رحال، لكني واثق في ربي وشكره في كل حال. جميلة، أشكرك. احكي لي كده، أنت ابتديت تنمي الموهبة دي إزاي؟ لقيت نفسي عايز أطلع حاجات عندي، سواء إن أنا أرنم أو أكتب، ف اتنشرت لحاجة زي ما أنا قلت لحضرتك من كام دقيقة، إنه في جريدة وطني. فرحت طبعا، بديت أكتب واسعة، فلقيت إنه كويس في الكتابة وكده، وكل اللي بيشجعني ليك مستقبل، طب كمل كمل، ربنا مرتب. يعني كل فترة في حياتي بيبقى فيها حاجة جديدة حلوة. الموهبة تكون موجودة، لكن في الوقت المناسب الواحد بيشوف حاجة حلوة عشان يكمل. يعني درست ازاي؟ بدأت افكار القصيدة تيجي ازاي؟ هو بصراحة لو حسيت بحاجة، يعني ممكن انا زعلان اكتب حاجة اعبر، لو انا فرحان اكتب حاجة اعبر عن فرحي، لو في حد مظلوم حواليا ممكن اكتب عنه، فبحس روح بكتب، ابدأ اكتب البداية، لو ما كملتهاش اركنها معايا واستنى تجيني الفكرة اكملها. يعني ممكن حاجة تاخد اكتر من شهر اكتر من سنة واكمل تاني، تكون العنوان بتاعها، وبعدين ربنا يرتب واكملها. جميل جميل بجد يا استاذ ارسين. اشكرك يا فندم. نسمع قصيدة تانية. القصيدة دي عن شهدائنا اللي هم من المنيا بليبيا، بتقول احكي يا تاريخ، احكي يا تاريخ وقول على كل الضيقات، وسجل يا تاريخ اللي جاي كمان على اللي فات. على أرض ليبيا الحبيبة حدثت مجزرة رهيبة، ما كانتش حاجة عادية، دي كانت حاجة عجيبة. قبل صيام العيد 21 شهيد كانوا هناك بيكافحوا ويحلموا حلم جديد، قبلوا الموت بإيمان ولا خافوا من تهديد، وكانوا فرحانين واثقين في المواعيد، صرخوا بصوت مسموع يا رب يا يسوع، صاروا لينا فخر وللعالم كله شموع. والدم الغالي سال من البحر للقنال، أصبح سيرة ذكية تروي كل بزار، وتحكى للأطفال على مر الأجيال، لناس مصريين مختلف الأعمار، وواحد من غانا معاهم مختار، عاشوا وطنيين ورحلوا أبرار. أهدافك الوقت اللي جاي إيه؟ إيه هدفك الوقت اللي جاي؟ هو هدفي طبعا إن أنا كل الحاجات اللي أنا كاتبها تطلع والناس تسمعها، والأحسن نشوف رأي الناس ونقبل النقد، أي حد ينقدني علشان ننمي في الموهبة بتاعتي، ننمي منها، وفي نفس الوقت نتعلم، نحب أنا نتع... يعني إن نحب نراجع مع أكتر من حد من الشعراء أو اللي يكبرني في الموهبة، وعشان أستفيد أكتر وأكتر وأنمي موهبتي. تمام، شايف إيد ربنا في حياتك إزاي؟ حاسس إن ربنا معايا، بس أنا ساعات بستعجل إن أنا بقول عندي موهبة، طب إمتى أطلعها؟ لقيت إنه فعلا الإنسان لما يصبر، حسيت بالفعل كل حاجة في أوانها، إنه الإنسان ما يتسرعش ما يستعجلش. تشكر مين؟ أشكر ربنا أولا، وأشكر والدتي طبعا، أمي، لأن هي في رأيي إن هي بحر من الحنان. تمام، نسمع القصيدة الثالثة. القصيدة الثالثة هي عن الرجاء والأمل وعدم اليأس، اسمها حكايتي مع اليمامة. كل يوم في الصبح باكر داخل أسوار الدير بجوار الأزيار، أشوف يمامة حلوة بتجرب من المياه، تيجي تشرب وتغرد شوية وتصبح عليا وترجع تاني فرحانة بالحياة، وأشوف جربني جاي وفي إيديه الناي ماشي سبح ربنا وصوته طالع ليه سماه. يوم ورا يوم ظهرت الغيوم، غابت اليمامة ومعاها الابتسامة، وتركت ليا فرحة ورسمت على الأرض المبلولة بجوار الأزيار برجليها أثر، وفضلت أنا وحدي مستني بحنين،
أملي تاني ترجع حتى بعد سنين. قلت لنفسي نسيت المعاد ولا تاهت بعيد وقعت في إيد صياد، وداب السحاب فوق تحت السماء ونزل المطر وداب الأثر والنجم انتشر وطلع القمر، وأملي حي ورجائي ما انكسر. وعد الشتاء وعاد الخريف وعادت الطيور على أسطح الريف، وفي لحظة كانت حلوة كان عقلي في خلوة، رأيت يا ماما جاية معاها ابتسامة في عينيها أمال وفرشها علامة، نفس اليمامة هي وفرشها علامة. قلت لها فين رفيقك الجربني حمد الله على السلامة، قالت لي مستني وبعت لك حمامة تدي لك سلام وترجع معانا. جميل، أشكرك. أستاذ أرساني، أي موهبة زي ما بنسمع عنها بتمر بصعوبات وبتمر بتشجيعات، في ناس بتقودك للتشجيع فتطلع حاجات حلوة إيجابية عندك، وفي ناس بتقودك للكلام السلبي اللي بيحبطك وبيخليك ان انت مش عايز تكمل، لا خلاص مش انا مش بعرف اكتب، او ممكن صوت ابليس بيجي لك عن طريق حاجات تانية انه بيوقف اوقات الخدمة اللي انت حبيبها او يوقف افكارك وانت بتكتب، حاجات كتير قوي بنمر بيها. انا ما اعرفهاش عشان انا ما مرتش بيها كفنانه بكتب شعر، لكن احكي لي انت، احكي لي التشجيعات اللي مريت بيها والصعوبات اللي مريت بيها. هو اولا اقول لحضرتك انه اي موهبه، بقول اي انسان موهوب، ده رايي انا، انه حوالين عنقه طوب من شوك أو حاجة من شوك، يعني في حلقة من شوك أو سلسلة من شوك، لكن هو بنفسه يشيلها وتتغير تبقى ورود. يعني هو ما يقاسش من أي حد، يقول له لازم في نقد، وبعدين الناس تختلف، لكن هو الموهبة ثق تماما مع الوقت لازم هتطلع، لازم وهيستمر، ما فيش أي مشكلة. أنا ناس كتير شجعتني، وفي ناس، في ناس طبعا ملهاش في الأشعار، لا الكلام ده مش، طب ما في اللي بيكتب ماشي، طب ما أنا أكتب، ده فلان مشهور طب ما أنا أبدأ، ما هو الشعر إزاي، طب ما أنا أبدأ، هو كان يعني اتولد مشهور، لا طبعا. فالموهبة لو في موهبة لازم في يوم من الأيام هتطلع، لازم وتستمر في الوقت المناسب وتنضج، يعني ده رأيي. ده رأيك أنت، مريت بإيه؟ مريت بإيه؟ مريت انه مثلا في لما اكون راح اعمل حاجه بيبقى في معارضه مثلا على بعض، لو اكتب قصيده راح اسجل، في مثلا ممكن الملحن يقول لي لا عايز اشيل البيت ده مش هينفع، ما ينفعش يتلحن، فانا طبعا يعني ما بتضايقش، بس بعارض لا خلاص انا طب مش هغير كلماتي، وفعلا ما كملش، ولاجي ربنا يرتب انه يكون للخير واعمل حاجه مع نفس برضو الملحن ده وتبقى حاجه ناجحه جدا. ده انا الموضوع ده فعلا حصل معايا. تمام. مين مثلك الاعلى في كتابه الشعر وبتقراه كتير واخده قدوه ليك؟ هو انا يعني بحب الشعر نزار قباني، لكن وبحب البابا اكتر، قدس البابا المتنحي البابا شنوده، بحب اشعره جدا. وبحب الاستاذ نزار قباني برضو، الشعر نزار قباني. تمام. تقول ايه لكل موهوب بيسمعنا دلوقتي ونفسه يطلع موهبته ده ومش عارف؟ اقول لكل موهوب اي كلمه تكتبها لو انت كنت بتكتب حافظ عليها، لان دي غاليه جدا في الوقت اللي ربنا يسمح بيه انك تاديها. اي حاجه تكتبها اركنها او خليها، دي هتزيد مش هتنقص في معناها، يعني يعني اي واحد عنده موهبه يحافظ على اي حاجه، هيجي وقت يحتاج كل حاجه كتبها، ما يستهونش باي كلمه او اي حرف حتى. ده رايي. تقول ايه لكل الناس شجعتك وتقول ايه للمشاهدين؟ اقول للناس اللي شجعتني بشكرهم طبعا، وشجعوا اي حد تاني بيكتب او بيرنم ويساعدوا بتشجيعهم. تقول ايه لقناة الطريق؟ انا بشكر طبعا العاملين فيها، وبشكرهم على انه يعني بيهتموا بالمواهب، باللي عنده موهبه، وده تشجيع حلو خالص، ما فيش شروط طبعا، ما فيش تعقيد، حاجه حلوه خالص ان القناه بتشجع الشباب، واللي يستمر هيستمر كويس. تمام. كنيستك ايه يا استاذ ارسل؟ نعم. كنيستك ايه؟ كنيسه العذراء بنجع انجاز
قريه الصفيحه طهطه صهر. عندك اولاد؟ لا انا حقيقه مش متجوز. مش ملتك. تمام، خلينا نختم بالقصيده الاخيره. حاضر. القصيده الاخيره عن نهايه عن النهايه اسمها اجراس اورشليم. يا اجراس اورشليم مالك حزينه، دج دج يا اجراس ده يسوع جرب يجينا. دج واندهي على البعيد والغريب واللي تايه، عرفيه المينا وعرفي اليهود وكل الوجود مين صلب يسوع، وفرح القلوب الحزينة والحجر واللي رجاه مقطوع، واحكي للأجيال عن الدم اللي سال على صليب البار وطهر أراضيكي، واسأل الزمان قبل فوات الأوان ليه أبونا آدم اندفن تحتيكي. يا أجراس أورشليم مالك حزينة، دج دج يا أجراس يلا وفرحينا. جميلة، كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ أرساني. احنا لسه طالعين من عيد الميلاد، ففعلا دق دق يا أجراس وفرحينا. فكل سنة وانت طيب، وكل سنة وكل المصريين المسلم المسيحي طبعا بميلاد المسيح وبمولد النبوي وهم طيبين. بشكر أستاذ أرساني حليم من سوهاج لوجودك معانا، وزي ما ذكرت نورت القاهرة. أشكرك. مشاهدي قناة الطريق نقول لكم إلى اللقاء، ومعنا كل أربع الساعة 7 مساء، انتظرونا. أشهى من العسل، أشهى من العسل، أشهى من العسل، أشهى من العسل. أجد كلامك فرح لقلبي، أجد كلامك فرح لقلبي، أجد كلامك فرح لقلبي، أجد كلامك فرح لقلبي. فكان أشهى من العسل، 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 أشهى من العسل. وجد كلامك فرح لقلبي، وجد كلامك فرح لقلبي، وجد كلامك فرح لقلبي، وجد كلامك فرح لقلبي. فكان أشهى من العسل.